هل صحيح الكليني يحرم اللطم؟ لا عزيزي، هذا كلام غير صحيح، هذا في غير الحزن على أبي عبد الله، إنما يحرم ذلك يحرم الجزع على الإنسان العادي. أما الحزن على أبي عبد الله فهذا مستثنى، عندنا روايات في الاستثناء. الأسئلة ما جاي تستقر عزيزي، إذا ما ثبت حضطر أنه أنهي البث، لأنه ما جاي يشوف الأسئلة على أساس. يا عزيزي اللي يكرر السؤال احذف السؤال، احذف السؤال أصلا. ثبت غير عزيز. عزيزي اللي يريد يسأل على الخاص يدخل على الرقم، الرقم بالحساب الثاني لاحتياطك، ورقم يراسل على الواتساب أو يراسل على بقية الحسابات، يختار يراسل على بقية الحسابات أو يراسل على الرقم مال الواتساب. سيد علي أبو الحسن البارحة لطيت رأيي بي أو قلت البارحة موجود بالحساب. سيد علي أبو الحسن مجتهد؟ لا عزيزي، لا ليس مجتهد. من هو الأعلم بعد السيد الزنجاني؟ الشيخ الوحيد الخراساني. ما رأيك بزيارة الجامعة؟ عزيزي زيارة جيدة وما بها إشكال. عزيزي تقول قلدت السيد السيستاني بدون ما ارجع لأهل الخبرة، هذول الشيوخ نقلوا لك شهادة أهل الخبرة، لو قالوا لك قلد وفاهية، إذا نقلوا لك شهادة أهل الخبرة وأنت تثق بيهم ماكو مانع، بس إذا قالوا لك قلد ما يصير، لازم أنت تروح تسأل. أريد أبدأ بدراسة أمور العقائد، أي كتاب تنصحني؟ بداية المعرفة، اقرأ كتاب بداية المعرفة أو العقائد الإسلامية للسيد فاضل الميلاني. عزيزي أنا عندي 6 حسابات، أي واحد من الحسابات تقدر تراسل علي ما عدا هذا واللي بعده، يعني الاحتياط